38% من البنايات المنجزه في عام سنه بناء فوضوي، بناء عشوائي، يعني بلاش رخص. شنو رايك؟ والله ثم موجوده في تونس. هاي اوكي، علاش حسب رايك وصلنا لنسبه 38%؟ يعني والله يا اخوي عباد ما عندهاش فلوس تبني هكاك فوضوي، يعني فهمت؟ فوضوي تبني، فهمت؟ حسب رايك علاش وصلنا للنسبه هذه؟ كي نقولوا النسبه هذه 38%، البلديه ويني من هذا؟ والله موجود البلديه، ما مطفين الضوء، يعني معني فهمت؟ عباد ما عندهاش، يعني فهمت؟ تعب امورها، تعبه، فهمت؟ والله غلط، يعني البلدية موجودة، ما ساعات تطفي الضوء، فهمت؟ على العباد، ثم على العباد يعني تقوم بواجبها، فهمت؟ نسبة كبيرة برشا بالطبيعة، والبرسنتاج هذه تنجم معناها تأثر حتى على الدولة، تأثر على الاقتصاد برشا برشا، وحاجة ياسر خايبة بصراحة. يقولوا نسبة 38% من البنايات المنجزة عشوائية، لهنا وين دور البلدية؟ مش متحملة مسؤوليتها. مدام انت 38% دوغري هذه ياسر كبيره، ودونك ما نجم نقول انها لازمها معناها تخدم كوميلفو، بويسك هي الخدمه نتاعها لازمها تخدم كوميلفو، بويسك انت في دوله لازمك تخدمها. نسبه مرتفعه ولكن عندها معنى اسباب. اعطيني الاسباب. انا حسب ما نشوف ان الفوضى اللي نعيشوا فيها في تونس تويكا، هذا الاداره ماهيش مسؤوله، يظل الحكومة ماهيش مسؤولة في كل المجالات في كل القطاعات. باش نشوفوا بناءات فوضوية، باش نشوفوا أكثر من بناءات فوضوية، باش نشوفوا برشا فوضى في البلاد. معناها الخطر الأطراف من الداخلة، كان وزارة التجهيز، كان البلديات، وكان الشرطة البيئية، كان حتى المحاكم اللي باش تنفذ. يبدأ ثم قرار تاع هدم ولا ثم كذا، لكن بالمعارف والأكتاف ما ثمش تنفيذ للقرارات تاع الهدم. وعليه في ظل تخلي الدولة عن واجبها وعن دورها اللي هو تأطير التسكي معيشي في البلاد، بتصير بتشوف برشا ظواهر بتاع فوضى، مش كان بين الفوضى. تشوفي أحزاب فوضوية، تشوفي تحركات فوضوية، تشوفي غلاء معيشي، تشوفي تهريب ومقنن ومحمي، تشوف الفوضى في المجلس النواب، تشوفي الفوضى موجودة بدنا نعيشوا فيها بشكل يوم. بلدي هنا ويني تخفي الزعال، طميش بلدي. هو انت باش تبني دار توصل للشطر ومن بعد يقولوا لك راهي بناء فوضوي، علاش مش من الاول يفيقوا بيك؟ على خاطر يعطيهم في الفلوس برا، يبني ومن بعد يعطيهم طرف الفلوس، يبني على روحه ومن بعد يطيح للدار. سير شكون خاسر لهنا؟ خاسر اللي بنى الدار. خاسر شكون؟ خاسر الدوله، باش تخسر ما تخسرش الدار، تخفي الفلوس. في تونس العاصمه. اي في تونس الكل. والله السبب هذاك عملنا في تونس انتخابات بلدية، اللي المواطن يطلع انها فعلا يعني تمثل شريحة واسعة من الشعب التونسي، باش يقدروا معناها ان فعلا. خاطر قبل شنو؟ قبل في عهد معناها الاستبداد كانت مجموعة صغيرة من الافراد تابعة نظام التجمع هي اللي تحكم، هي اللي شادة المجلس البلدي تقريبا حتى الأيام السنوات بعد الثورة بقات شادة، خاطر الشعب التونسي ما انتبه لهمش. بعد حبوا معناها ينحوهم من بلايسهم، عملوا انتخابات، اختار الشعب التونسي في كل في المدن، اختار كل ممثلين لي باش يبدلوا له الحاجات هذوما، ان شاء الله يبدلوا. انا ما نتوقع حتى اكثر، معناها انا معناها عملت معناها في اطار نشاطي الحقوقي وحتى الاعلامي، انا صحفي زميلكم، عملت معناها بعض الريبورتاجات، مشينا كما جبل الاحمر، مشينا للعاصمه لهنا، يعني موجوده اكثر، موجوده فضاعات من البناء الفوضوي اللي تحولت بعد سنوات الاوكار للشرب الخمر والبغاء. اليوم ان شاء الله معناها المجلس البلدي، والحقيقه انا واحد من الناس معناها تبعت الانتخابات وفرحت برشا اللي فما انتخابات، بعد حسيت انها ما تختلفش برشا على معناها على اللي كان صاير قبل. اعضاء المجالس حاشا بعض الشرفاء
يخدموا بنفس عقليه التجمع. انت نتاعنا معناها نجموا ريغلو لك الحومه نتاعك، نجموا نعملوا الطريق، نجموا ندخلوا الضوء. انت ماكس معناها ماكس نتاعنا، يعني ماكس ممثل الحزب، اي ماكس مثلا الاغلبيه الحزب الفلاني، ماكس تابع الاغلبيه الحزب الفلاني، والاعضاء نتاعك هم اقليه ما نجموش يتكلموا عليك، دونك الحومه نتاعك تبقى هكاكا، وهذا معناها شيء مؤسف الحقيقه. كنت الحكايه خاطر فما اراضي تنجم تكون اراضي زراعيه، تنجم تكون اراضي صح معناته عندها ملاها، تنجم برشا حاجات. انا كنت الحكايه فيا جمله زيت يقولوا بناء فوضوي معناه ماهيش مؤهله للبناء، اي مش مؤهله للبناء، تنجم تكون ارض معناته نتاع زراعه، تنجم تكون برشا حاجات معناته مش مادام مش مؤهله للبناء. شنو اللي يخلي النسبه هذه توصل تكبر بالطريقه هذه؟ معناها يمكن الفقر ما نجموش يشري، والحاجة الإنسان يكون البطالة زادة تفيق متبرشة شوماج ولا في البلاد، يمكن حاجة تذية خاطر العبيد ما عادش نجم الكري توا غلي. هاك شوف الكري ماشي ويزيد، عبيد ما عادش نجم الكري، ولا تستغل في أي أرض باش تبني فيها وكها. ما نعرفش نجم تكون يعني الناس ما تحصلش على التراخيص نتاعها، كيما تنجم تكون صعوبات إدارية، الناس ما تنجم ما لقاتش كيفاش يعني تمشي ساعات على ورقة لإدارة معينة، واحد يتبع واحد الآخر يرجع لك أوراق، الآخر كل واحد يعمل في حكاية، نجم تكون صعوبات إدارية، الأكثرية باش تنجم تكون. وكاو ذاك الشيء نجم نقولوا بالنسبة للبناء الفوضوي. ما صعوبات إدارية يعني إنسان ما نجمش يتحصل على رخصة، يعني في تخريج الأوراق على أساس أنه فما برشا صعوبات، يعني قوانين قديمة قاعدين يخدموا بها على أساس أنك حاجتك برخصة متاع بناء تمشي يزمك تصبو تستنى ومعاينة وتسير منه ومنه، اللي تكون تو نورمال مود تكون كل شيء انفورماتيزي على سور انترنت سور سيت، نجم تخرج الرخصة متاع بناء متاعك، نجم تخرج أوراقك سور سيت، ما عادش تتطلب أنك تتنقل للبلدية ولا تتطلب أنك تنقل للقبضة باش تخرج ورقة. يعني هذايا كل فقنا به في البريود الاخرانية على اساس كيما سيستم لي بيتروال موجودين سور انترنت، كيما سيستم برشا اوراق نجمو تو نخرجوهم سور سيت انترنت اللي هي نورمالمون راهي سنوات قديمه، قبل رانا نخدموا به الشيء هذايا ورانا نعملوا به. اول حاجه باش يكون الانسان ينجم لا يشد صف ولا يستنى ولا يعطي روحه على خدمته باش يخرج ورقه، والناس الكل تو تعرف انك باش تخرج ورقه لازمك تاخذ نهارين ثلاثه ايام كونجي باش تنجم تخرج ورقه في بلادنا تو. يعني على اساس خويا نمشيو في الاتجاه اللي نجمو نعملوا في الاداره، رقمنه الاداره اخويا، نجم انا في داري سور انترنت بالبي سي نتاعي نخرج ورقه حاجتي بها نخرجها اخويا في 24 تطلع لي 48 تطلع لي، نخلص بكارت ما نخلص بها دينار ولا نخلص كارت بونكير ولا نخلص بها، وتمشي الناس الكل مريقل والناس الكل تولي تبع القانون، حتى فاكتور تخلصها سور انترنت. انا الاكثريه نجم تكون راني الاكثريه تكون متعقدات امور اداريه اكثر من هذا ما نتصورش. الناس اللي تبني بناء فوضوي عندها باش تبني بالسيمان وعندها باش تبني بالياجور وعندها تبني بكل شيء، يعني انسان شنو ناقصه انه باش يمشي البلديه باش يخلص معلومه نتاع بناء وياخذ رخصه نتاعو، واذا ما يلقى روحه انه باش يمشي بيقول له غدوه وارجع بعد غدوتين وارجع الجمعه الجايه وش الشهر الجاي، باش يلقى روحه ماشيين في نفس السيستم هذاك هو موجود. المهم الفقر، عباد ما عندهاش فلوس وكل شيء يتلزم شي يبني بلاش رخصه. يقولوا بناء فوضوي معناها يبني بالضبط، معناها في بقعه ماهيش مؤهله للبناء. والله بظروفه ما تسمحلوش باش يبني في بلاصه بها، يقول لك انا ارخص له اللي هو، فهمتني، ارخص له اللي هو ويبعد على عينين كما نقولوا احنا، خاطر بنيه فوضويه يبعد على عينين، فهمتني. وكا توا مواطن تونسي باش يبني دار، شنو هو اللي يخليه يتعمد ويبنيها في ارض او في بقعه ماهيش مؤهله للبناء؟ في العالم كليك النمو الديموغرافي كبر برشا، السلطة اون برانسيب تكون عندها رؤية استشرافية، الدولة تكون عندها رؤية استشرافية وين باش يتحل البناء وين باش توسع معنا بناياتك. نجي تلقاهم يتعاملوا بشكل رعواني، نجي تلقي في برشا ظواهر مديرين عامين في التجهيز يجي يبيع المخطط بتاع وزارة التجهيز ولا المخطط بتاع وزارة التهيئة العمرانية، يقول راه في البلاصة الفلانية اللي يكون التراب بدينار يضرب ب20 وب25. بلدي ما نعرفش في هذا الكل. انت كيف تجيب تبني دار؟ علاش توصل الشطر ومن بعد يقولوا لك شيء فريمون؟ يمكن البلدية تغيب 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 وبعد تحضر في الاخر، مانيش فاهم علاش يكون باش قاعده تقوم في خدمتها اكزاكتومون، معناتها كونفينابلمون مش قاعده تقوم في الخدمه نتاعها، هذاك علاش.
يعني انا نتصور يعني اذا هو سيء بناء وكمل معاش نجم تجي البلديه باش نجم تتيح له، يعني سيء هو بناء وحط ياجور وحط سيبان وحط كل شيء، وناس كل راهي وقتنا تو الناس كل يعلم بها ربي، اللي عنده ترف تراب ماذا بيه بناء، واللي عنده شهريه تجي يشري بها مشكارتين سيمان وترف ياجور باش يطلع. صحيح احنا مانيش نشجعوا على البناء الفوضوي، الناس الكل ماذا بينا بامور قانون، مي زاد كدوله تسهل شويه على المجتمع نتاعنا وتسهل شويه على العباد اللي في سيرتو في الوراق. حاجه انه لقيته بعيد مثلا على الكياس ولا توفر فيه المغصفات انه باش يبني مش قريب الكياس ولا ماخذ ماده ولا ماخذ تروتوار ولا ماخذ حاجه، شجع انك على الاقل اجى خلص معلوم معين منها الدوله هي بدات تربح منه المواطن وميم تون يلقى عنده ورق ومريقلين امور واضحه يبني يعني برخصته يبني بكل شيء امور واضحه. نتصور تكون هكاك شويه من هنا وشويه من هنا شويه من الدوله تسيب شويه ان فما ناس مستحقه باش تبني ومستحقه انها باش تعمل حاجه في حياتها، وفما ناس اخرين ساعات زاد ما يفهمش روحه يبني لك سور تروتوار ويبني لك في محطه نتاع كار ويبني لك في وسط سكه نتاع مترو ويبني لك من هنا، زاد مش معقول هكاك شويه منا وشويه منا تمشي ناس كل باذن الله لاباس باذن الله. والله البلديه نورمال هي غلطه من البلديه من الزوز، هي الغلطه من الزوز كي تشوف.